واحد بيقول انا اعرف جيدا ان هناك يوم للرب، ولكن لا اعرف كيف يمكن تطبيق هذا اليوم عمليا، فهل يمكن ان تعطيني مثال كيف يمكن قضاء هذا اليوم؟ هو يوم للرب يعني يوم مخصص للرب، سواء مخصص للرب في العبادة في الكنيسة في القداس في التناول، او مخصص للرب في الخدمة في مدارس الاحد في اجتماعات الشباب، او مخصص للرب في ان الواحد يكون في بيته بيقرأ قراءات روحية، بيصلي، بيحفظ مزامير، يعني يخلي اليوم يوم بتاع ربنا. يعني مخصص للرب يعني ما يستغلوش في حاجة تانية غير ربنا.